شفتي اختي البنت عامله ازاي؟ ما فيهاش غلطه. النسوان دي يا اختي، امال احنا كده ليه؟ وايه المفقعه اللي جايبها لنا الحاج دي؟ انا عارفه مش عارفه حاجبه فيها ايه، وفرحانه لي بشويه المطبات اللي عاملاهم لي. وحياتك عندي كله نفخ وتركيب وزق. ايه زق دي؟ انا عارفه بقى يا انهار. طب شفتيها يا اختي وهي بتعمل التمارين؟ عماله تتقصع. قال يعني بقى البت رياضيه بتعمل تمارين الصباح. يلا يا خايبه، ده احنا اللي هبل مش واخدين بالنا من روحنا وقاعدين برشين كده لما عمالين نعرض. او النعمه الشريفه، عمالين ناكل لب وزداني وكاجون لحد ما نسينا نفسنا وجسمنا. يا نهار اسود، وهم نايم بست النيله. لا ما تعمليش بروحك قوي كده، ده انتي قمر وحلوه وجسمك حلو ومش مسقطه ولا عندك بروز ولا في حاجه زياده. بسم الله عليكي، ربنا يخليك ليا يا انهار. وانتي والنعمه الشريفه خدي مني قمر، والنعمه الشريفه مناخيرك منمنمه ووشك قمر وجسمك جسمك ولا البت ينام في حريم السلطان. يا اختي اقعدي على جنب، احنا ولا بناخد بالنا من روحنا وحوستنا حوسه. او النعمه الشريفه وبرضك مقصرين كده في جسمنا. انا مش عارفه يا اختي ايه اللي بيحصل لنا بعد الجواز، بنتبدل. الواحده من دول تتجوز عدله فجاه تقوم لابسه وش خشب وتمد البوز شبرين وتنسى روحها خالص لغايه لما تقلب بومه ماشيه في البيت. لا مش معاك انا في دي. لا اكسكيوز مي بقى يا انهار، ما الرجاله برضو ناقصه ساعات كده مخها بيصغر، بتبقى عايزه تهجم البيت وخلاص، زي ما يكون في الكلب بتاع البيت براغيت بتقرص فيهم طول ما هم قاعدين كده. طب وبعدين؟ انا مش مطمنه. نعم يا اختي، وانا كمان الفار بيلعب في عبي. البت دي قلقاني، البت زي ما اكون هتعمر وتقوم قلشه واحده فينا. قلشه؟ يا نهار اسود، فين الموكوسه التالته؟ مش عارفه، انا عايزه الموكوسه التالته. اطلعي يلا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية مسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثتنا. مين؟ فخلي بالك. هيكون مين يا اختي؟ جوز مواكيز جايين يتلموا على خيبة الردى. اوعي شوية. الله الله، في ايه يا اخوانا مالكم؟ اقفلي يا حبيبتي التلفزيون ده وركزي معانا شوية. حاضر يا اختي، بس قولي لنا بس في ايه اللي حصل؟ هو احنا هنفضل حاطين ايدينا على خدنا وسايبين البت اللي بره دي عماله تتسرسب وتسحب الراجل ناحيتها؟ طب واحنا يا اختي في ايدينا ايه نعمله بس؟ يا اختي اسم الله، هو انت اللي على لسانك، في ايدينا ايه نعمله؟ في ايدينا ايه نسويه؟ جرى ايه؟ يا اختي بالراحه شويه، احنا جايين نتخانق، ده احنا جايين نتفق. ايوه نتفق. نتفق على ايه بقى؟ والنبي ما عارفه. ما دام المقالب ما جابتش نتيجه يبقى احنا لازم نعمل زيها. زيها؟ اللي هو ايه حضرتك؟ اقول لكم. يا ولية حرام عليكي، حرام عليكي، سيبيني في حالي، مش عارفه ارتاح، بلاش فتنة. يا راجل مالك بقيت طري كده زي الجيل؟ ما انا اتهرست تحت منك، وفي جدته حته سليمه؟ ده رأيي يا راجل، انت من ساعة السفرية السودا المحببة على عينك دي وانت مش طايقني جنب. ما بلاش السيرة دي يا سعاد، خلي الليلة تعدي. شكلها مش معدياش حتى الا على رقبتك، لو ما ادتنيش حقي في شرعي. ليه؟ مفيش حقوق انسان مطحون ومعجون؟ لا، في حقوق المرأة يعني أم. ايه في ايه في ايه؟ اقول لك حاجه قبل ما في ايه يا عم كده ليه؟ عداله الزمان نزلت فوق من شحاته. مالك يا عم كده ليه؟ اقول لك حاجه، انت طلعت لنا انت من السما. ليه؟ كنت بتخاري جول لحد ثبتك في الصاله. معركه غير متكافئه. سيف خشب قدام دبابات ومدافع وقنابل ونبالب وجميع انواع الحروب. والله باين عليك اتلحست في مخك. خش يلا غير هدومك وتعالى. يلا عشان في مهمة محدش هينجزها لي غيرك. يلا بسرعة. أقول لك يا حاج تعالى معايا، ولا أقول لك خش هات لي هدومي من جوه. أنا جايب لك هدومي. اتلحست فعلا. خش يلا. طيحك. شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر. معايا نعدي
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير البشر وأكرم الأكرمين. ما تصلوا عليه؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. دي قعدة صلح، حق عرب وبنرد لأصحابه. ها؟ بقى البيت ده عمره ما شاف انقسامات ولا ائتلافات ولا أحزاب. ولا إيه يا أنهار؟ اللي تشوفه يا أخويا. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي. بقى البيت ده كيان واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولا إيه يا هدى؟ بارك الله فيك يا حاج. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الحمد لله، نلم ايدينا بقى كده ونسلم على بعض ونتعاهد أمام الله بلم الشمل. ولا يا سميحة؟ الفتحة، الفتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يلا نقوم نصلي ركعتين. هزار يا مايا، هزار. ما بيقول لك قومي نصلي بدل ما جبت من شعرك تاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعالي يا مايا، تعالي حبيبتي. ابراهيم احنا نجدد وضوءنا. جدد يا اخويا، جدد. ايوه هنا يا حاج. انت متاكد يا شحاته؟ حكم عزم مؤاخذه، انت نظرك ضعيف، ممكن تسوحني. لا متاكد يا حاج، انا خدتها كعب داير تيكي تاكي تيكي تاكي لغايه ما وصلت على طول. طب حس كده، خليك بقى في العربيه، اوعى تلعب في حاجه. حاضر يا حاج.